ومن مهرجان دبي السينمائي 14 معنا الإعلامية المتألقة ذكريات مصطفى. يا هلا بك. هلا حبيبتي. أهلا وسهلا. شو رأيك في المهرجان؟ مهرجان كتير حلو. أحلى شيء منظمين المهرجان بدي أتشكرهم كتير من كل قلبي، يعني حتى ما سكت كذا حدا فيهم قلت لهم وين مين الشركة اللي دربتكم على هذا الاتيكيت والتعامل مع هذا الكم من الحضور الناس اللي موجودة، فكان رد معظمهم انه نحن شيء، يعني هن ابناء زايد ابناء الامارات، انه نحن هاي طبيعتنا وهي حقيقه فعلا. شو حابه تقولين في نهايه 2017؟ اتمنى نحب اللي حولنا صح، نكون مرتاحين، وإليك ميرا تحديدا بقول لك واتمنى لك التوفيق، انت بنت جواتها كثير حلو، ويا ربي كل التوفيق لك والنجاح.